خويا تنقول لك راه تلقينا بواحد الفرحه وواحد الامتنان يعني مزيان، يعني عندنا هاد الناس هادو كانوا تغاو في هاد البلاصه، يعني ماشي راه كانوا كيديروا شي حوايج يورثا لهم بزاف، ونتمنوا للسلطات يعني راه يعني السلطات راه خدمات، يعني راه داروا واحد المهمه اللي هي يعني في حد ذاتها راه مهمه، يعني فرحنا لها بزاف. الامن، السلطات، يعني كل شيء الحمد لله، والي الدار البيضاء كل شيء خدام مزيان، ما نكذبوش على الله، يعني راه وقفوا واحد الوقفه يعني مزيانه، والحمد لله حتى من المواطنين حتى من المسافرين ما بقاوش كيتعرضوا للاعتداءات بالليل وهذا، احنا راه كنعيشوا معاهم، كنباتوا هنا بالليل، احنا مهني ديال الطاكسي، يعني راه كنباتوا معاهم هنايا، راه سبحان الله العظيم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني راه كنعانيوا معاهم حنايا، بقاو حاضرين حنا روسنا، وعاد الناس حتى كذي مسافرين كيجيو كيتعرضوا للاعتداءات. والصبيان الدراري الصغار يعني مراهقين ويعني وقاصرين كل شيء كان يعني، ولكن الحمد لله قلت له الله يستر اللي يسترنا، الله يسهل عليهم، يديهم لبلادهم مسالمين، ويخلينا حتى حنا بلادنا مسالمين، ويحفظ جنودنا ويحفظ ملكنا، هادشي اللي بخير وعلى خير بعدا الحمد لله، الشكر لله، ما عمرو ما داونا، والله يديهم لبلادهم بخير وعلى الحمد لله، الحمد لله حمدنا الله وشكرناه، بعدا ما حمدنا الله تنقات الدنيا وكل شيء زوين، والحمد لله الله يحفظ جنودنا ويحفظ مالكنا ويحفظ جميع المسلمين ووليداتنا، والله الا جايه وكندعى معاهم في الفجر ندعى معاهم، والحمد لله والشكر لله، بلادنا نقيه الله يحفظها من الانس. الله الحمد لله احنا ما اداوناش، ولكن الله يسهل على اللي المساكن دايرين. اولا وقبل كل شيء معكم عبور بشعيب، عضو اللجنه الوطنيه لرصد التعبئه بالمركز المغربي لحقوق الانسان. ما غادي نقول لكم الا اننا كنا لا ساكنه ولا مواطنين عاديين ولا مسافرين ولا ارباب النقل، سواء الحافلات ام الطاكسيات سياره اجره، كل شيء شارح وكل شيء استقبل هذه العمليه اللي قامت بها السلطات، مشكوره السلطات المحليه والاجهزه الامنيه والوقايه المدنيه، وحتى انتم كصحافه اللي واكبتوا الموضوع، و هذيك كازا بيئه اللي نجات من الضباط، هذا المحيط اللي كان كتدوز ما تقدرش تدوز وانت كتشم واحد الروائح اللي كانت كريهه. الحمد لله اليوم جاء الوقت اللي اجتثتوا هذا الوباء اللي كنا كنعتبروه وباء، هاد الناس احنا ما كناش كنعتبروهم اناس اللي هما برانيين، بل كنا كنعتبروهم ولاد البلاد، علاش؟ لاننا احنا كنا القاره الافريقيه، والمغرب معروف عليه انه بلد تسامح، بلد تعايش، بلد الخيرات، بلد المعطاء، بلد مدياب، ولكن هاد الناس راه ما استغلوش هاد المسائل لصالحهم، ولاو كيمارسوا ممارسات اللي هي لا تشرف الوضع ديالنا او ثقافتنا والاعراف ديالنا، ما بقاش سميتو ولات السرقه كيحترفوها، ما كيستلم منهم لا مارة ولا ساكنة ولا مسافرين، ولا حتى رجال الأمن ورجال الوقاية المدنية، عفوا رجال الأمن ورجال السلطة المحلية، حتى هما ما سلموش من الضرب ديالهم، تيروا عليهم بالحجار، كيخليهم ما كيديروا، داروا كل شيء، حاجة وحدة اللي ما داروهاش هي ما انضبطوش وما عرفوش بأن المغرب راه واكم وراه صادفكم، وخاصكم تخضعوا للنظام ديال هاد البلاد هادي. هما جايين بأفكار اللي هي اخرى اللي الله اعلم بها، عارفين ما يبان لهم انهم خلقوا مشاكل وجات السلطات باغا تدخل كيضرموا النار كيشعلوا العافيه،
وهذا اللي هو جعل من السلطات تاخذ القرار الانسب في وقته وحينه. وحنا سعداء بهذه العمليه اللي قامت بها السلطات مشكوره، سواء الامنيه ام السلطات المحليه، وكل من ساهم في هذا العمل كنشكروه، وكنشكر الصحابه بالخصوص اللي الا قالوا مهنه المتاعب راه بالفعل مهنه المتاعب، لانهم ساكن راه من 3 الصباح وهما ساهرين وكينقلوا الخبر من مصدره الى المواطن بكل صدق وبكل امانه. نشكركم على تفاعلكم، نشكركم على متابعتكم، نشكركم على وجودكم تواجدكم في كل المحطات، واكتفي بهذا القدر وشكرا. لله الحمد لله، دابا راه حنا لقينا الراحه ولقينا داك الكليان تاو كيبانوا لك. هنا كان واحد السوق ماشي على سوق، كانت قيصريه بوحدهم داير هنايا الكليان، ما كتعرفي واش كليان واش 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 شمكار واش تخلطت. لا دابا الحمد لله الكليان كيجي كيركب الطاكسي كيزيد بحالاته. كان واحد الوقت هنايا داير القيصريه، شي كيبيع يشري، شي كي ما تعرفي شنو كاين. ولكن دابا الحمد لله، اللهم لك الحمد، كيبقاو فوق الدراري الصغار كيجيبوهم هنايا كيطلقوهم، كيبقاو تشمكرو، كيبقاو مساكن واحد الحاله عايشين، ما يبقى فيك الحال انت بحال ولادك بحال كاع حنا مواطنين. ولكن لا، حنا بغينا النظام ويبقى هذا الشيء ديما، الحمد لله يبقى ديما هذا الشيء، يبقى الانسان كيجي كيمشي في الامان ويجي في الامان. وعاش الملك، اللهم لك الحمد، اللهم لك. الكار كان 50 درهم راه غيمشي، كان كيمشي ب 100 درهم يمشي، كان يمشي 50 درهم يمشي. كذلك الطاكسيات راه معروف الاثمنه ديالهم، البريم ديالهم، راه كيشوفوا الناس اثمنه بشحال كيمشي الطاكسي، بلا صداع بلا والو. دابا الحمد لله ونشكروه، ما بقاش كما كان في الاول، ونشكروا الامن، ونشكروا الدرك الملكي، ونشكروا الوقايه المدنيه، ونشكروا رجال البومبيه، هاد الناس راه كاع سهروا. ونشكروا الوالي ديالنا الله يذكره بخير، راه تا هو جا قام راه سهر تا هو الليل ونهار مع هاد الناس باش كمكن هاد الشيء كامل، والله ينصر سيدنا. السلام عليكم. لا ما كناش نتوقعوا على هاد الشيء اللي كان يديروا هادوك، راه ولاو كيقول لك البلاد ديالنا حنا ماشي ديالكم نتوما، حنا اللي افارقه انتوما ولينا حنا اللي اجانب عندهم. والله الا هما اللي كيقولوا هذه الهضره، كيقول لك انت ما افريقيش، حنا اللي افارقه، كيقول لك وسيروا انتوما قلبوا على راسكم انتوما فين، وليتي تهضر مع واحد يخرجوا لك 20. الامن الامن مسكين ما ولاه كيشوف كي الامن، ما كان ما عندوش لورد باش يهضر معاهم، كان كيجي كي مسكين ما اش غيديروا، ولا كيشفرك مباشره، كيقلعوا الناس مباشره، كيشدوا الناس مباشره، وما تقدرش ما تقدرش. لا والو، ما كناش نوقفوا فيها، حنا ما كناش نوقفوا هنا، كنا نوقفوا في الجنب ولا نمشيو نوقفوا لهي في بلاصتنا الاخرين. لا الحمد لله دابا راه ولات بخير، حتى الريحه ما تخليكش توقف، حتى الراجل اللي غيركب عندك ولا مراه ولا طفل فين غيوقف؟ ما كاينش فين يوقف، الريحه وهذاك الشيء ما تلقاهاش، ما كاينش فين توقف، ما كاينش. لا الحمد لله دابا بخير وعلى خير، الناس واقفين. شوف الناس هما خويا، شوف دوز لهم، شوف دابا الحمد لله الانسان راه ولا واقف، شوف ما كانش يقدر يوقف بحال ماكا، والله ما كان يقدر يوقف. والحمد لله ونشكره، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا